بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، هذا رمضان في 5 ليالي جمعة، فات منهم 3 ليالي، فاضل ليلتين جمعة خلاص ورمضان يخلص. فاللي ما أدركش أول رمضان عنده فرصة يعوض، لأنه بيجري هكذا، فما تسوفش. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب التسويف في أمور الآخرة، وفي أمور الدنيا لا يحب العجلة. ربنا خلق فينا العجل لنعجل للآخرة، ونحن استغللنا العجل للعجل في الدنيا. خلق الإنسان من عجل، ليعجل لمولاه لا ليعجل لجمع الحطام. فالعجلة التي خلقها الله في الإنسان خلقها لتوصله إليه لا لتحجبه عنه، فاستخدمها الإنسان على غير ما خلقت، فاستعجل في تحصيل الدنيا وتأخر عن تحصيل أمور الآخرة. والأيام ومواسم الخير تجري. كان معانا الأستاذ جمال في رمضان الماضي، جارنا، اليوم دفن، ما نعرفش هيجي لنا رمضان تاني ولا لا، ومين اللي هيعيش تاني ولا مش هيعيش. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. كم من صحيح مات فجأة، وكم من مريض طال به العمر، وكم من شاب مات قبل إنسان فاني وعجوز كبير في السن. هذا يحدث، والطفل يموت قبل الكبير، وهكذا. فعلى الإنسان أنه يعجل. هو إحنا كأن بالضبط مبارح كان فضيلة المفتي بيقول رمضان بكرة وخلص نص رمضان، النهاردة ليلة 15، ليلة الجمعة القادمة ليلة 22 هنكون معتكفين، ليلة الجمعة اللي بعدها ليلة 29 ليلة فردية وتر في العشر الأواخر، قد تكون ليلة القدر. وربنا أخفى ليلة القدر علشان ما نسوفش، أخفاها مخصوص عشان تقيم رمضان كله. كان ممكن يقول لك ليلة القدر يوم كذا وخلاص، كان ممكن زي ما حدد لك مواقيت الصلاة، زي ما حدد لك هلال رمضان، زي ما حدد لك نصاب الزكاة، ما فيهاش فيها اجتهادات. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر؟ عشان علم أنك كسول وتسوف، فأخفاها علشان لا تسوف ولا تضيع أي ليلة من رمضان. قد تكون هي ليلة القدر، قد تكون أول ليلة هي ليلة القدر، وقد تكون ليلة النصف هي ليلة القدر، وقد تكون في الوتر في العشر الأواخر، وقد تكون في أي ليلة من ليالي رمضان، قد تكون آخر ليلة ولو كانت شفعا. هيبقى ليلة آخر ليلة من رمضان هتبقى ليلة 30. فيبقى الإنسان لا يسوف ويستعمل العجلة اللي فيه في أمور الآخرة، والحلم والأناة في أمور الدنيا. يبقى ربنا يحب الحلم والأناة في أمور الدنيا، ويحب الاستعجال في أمور الآخرة. شوف، فاسعوا إلى ذكر الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يحبش أن الناس تعجل في أمور الدنيا. يبقى العجلة من أجل أن نعجل، وعجلت إليك ربي لترضى. شوف سيدنا موسى، خلق الأنبياء كذا، العجلة إلى الله والتأخر عما سواه والحلم والأناة. فاللي فاتوا رمضان اللي فات قدامه لسه بيمدلوا ايديه قبل ما يمشي وينصرف، لأنه جاي بالضبط كالزائر الغريب، جاي كده هيقعد معنا شوية ويستأذن يمشي. مش هيجي رمضان زيه، هيجي رمضان شبهه لكن مش زيه، كل تجلي تجلي جديد. فالله سبحانه وتعالى في كل لحظة يخلق خلقا جديدا لا تكرار، بل هم في لبس من خلق جديد لا تكرار ولا تشابه من كل الصور، لكن قد يتشابه في الاسم ولكن لا يتشابه من كل الوجوه. قال شكرا علينا أننا نعجل ونسارع ونجتهد، نجتهد في أمور الدنيا بقدر ما يكفينا الله سبحانه وتعالى عن سؤال الناس، ونجتهد في أمور الآخرة
بقدر الطاقة فلا نقنع. يعني الطمع ربنا خلقه عشان نطمع فيه، مش نطمع في الدنيا. خليك طماع بس تطمع في ربك، لكن تبقى طماع تطمع في الخلق تحجب عن ربك. فيبقى ربنا خلقك بهذه النوازع اللي هي بتعتبرها انها اعداء في نفسك، في حين ان خلقها الله لك لتصل بها اليه. خليك زي ما انت، عجول ضعيف لا تملك لنفسك شيء، خليك زي ما انت، هتوصل لربك زي ما انت، بس حول ضعفك الى الله لا للخلق لتستجدي منهم، وحول ذلك الى الله لا للدنيا، وحول طمعك في الله لا في الخلق، وحول عجلتك واستعجالك لأمور الآخرة لا لأمور الدنيا. خليك زي ما انت عبد بهذه الصور الناقصة، تكتمل إذا وجهتها لربك في الحال. فانت مش محتاج انك انت تموت نفسك، انت محتاج فقط انك انت توجه نفسك. خلي نفسك زي ما هي، وجهها بس، ودي المدرسة الشاذلية. عشان كده المدرسة الشاذلية لا تدلك على نفسك، بل تدلك على ربك من أول خطوة. يقول لك أنت ومولاك، وصلت خلاص. أنت عجول خليك، بس تعجل إلى ربك. أنت ضعيف خليك ضعيف، لكن خلي قوتك بالله، لا بالنسب ولا بالمال ولا بالناس. خليك ضعيف، استشعر ضعفك. أنت بتستوحش خلي أنسك بالله. انت بتخاف من كل شيء، خلي خوفك من شيء واحد هو الله، وبعد كده يخيف منك كل شيء، وهكذا. فعلينا اننا نسارع الى مولانا قبل ان تضيع منا الفرص، وربنا بدينا فرص عظيمة. اول فرصة واهمها انه جعلنا مسلمين، غيرنا محروم من هذه النعمة. قاعد عايش يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى له، غاية يعني قوتهم هو قوت الجسم، وأرواحهم جائعة وأسرارهم جائعة ونفوسهم غير راضية. لكن ربنا أقاتنا من جميع أنواع القوت بالإسلام، أقات أبداننا بالطعام والشراب، وأقات أرواحنا بمحبته سبحانه وتعالى، وأقات أسرارنا بالشوق إليه والاشتياق إليه، وأقات قلوبنا بمراقبته وعدم الغفل عنه، وأقات أنفسنا بذكره وعدم الغفلة، أقات كل شيء فينا، فأصبحنا شبعانين بربنا. التانيين عنده جوع، عشان كده تلاقي عنده كل وسائل الزينة بتاعت الدنيا، لكن هو حاسس انه هو جعان. احساسه بالجوع ده يجعله ينتحر. محروم من قاعدة زي دي، محروم من انه يسمع آية من آيات القرآن، محروم من انه هو يرفع ايده ويقول يا رب، مش حاسس ان ليه رب يرفع ايده ليه، ما يعرفوش. فشوف النعم ان ربنا تعرف اليك، وتعرف اليك بمين؟ بافضل خلقه، مش بعت لك اي حد، لكرامتك عنده. ابن آدم الأول لما قتل أخوه وصار خسيس الطبع، ربنا ما أراد يعلمه، علمه على يد غراب، ما يستاهلش يعلمه على يد إنسان لأنه خسيس الطبع، فعلمه على يد غراب. لكن لما ربنا يريد أن يكرم إنسان يعلمه على يد أكرم خلقه. فمن كرامتك عنده أن بعث إليك أكرم خلقه وأعظم خلقه وأعلم خلقه به. تصور انت ما فيش النبي، كنت هتعرف تقول يا رب؟ كنت هتعرف تقرا فاتحه؟ تعرف بسم الله الرحمن الرحيم دي كنت تعرفها؟ كنت هتعرف تتوضا؟ هتعرف تصلي؟ مش هتعرف حاجه. يعني احنا بنعبد الله بالنبي، لولا النبي ما كناش عرفنا ربنا اصلا. لولا الواسطه لذهب الموصوت، لولا الواسطه اللي هو النبي لذهب الموصوت، وهي الهدايه والتقرب الى الله. فربنا جعل لنا واسطه اليه أفضل خلقي. كان ممكن يعمل لنا وسائط أخرى، لكن جعل الوسطة الكبيرة هي وسطتنا، أكبر وسطة. لأن أنت ممكن يبقى لك وسطة حاجة بسيطة، لكن شوف إحنا بقى. عشان كده ربنا يقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، اللي هو النبي.
ما قالش حتى آمنوا وعملوا الصالحات، لأن النبي أرجى إلينا عند الله من أعمالنا، فقال وبشر الذين آمنوا، ما قالش وعملوا الصالحات، مع أن تملي في القرآن يقول لك آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، كل القرآن كده إلا الحتة دي. ليه؟ لأن وجود النبي يجبر نقص العمل. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي، فيبقى فعلا يبختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل نقص العمل تجبره الشفاعة، لكن نقص الإيمان لا يجبره شيء. فخدت بالك؟ فالإيمان دخلت في حظيرة الإيمان، دي من أكبر النعم، إن ربنا زال من قلوبنا كل شك متعلق به سبحانه، وكل شك متعلق بالنبي، بحيث إن النبي ده بنحبه أكتر من أرواحنا ومن أنفسنا. كل مش دي نعم؟ دي نعم كبيرة غيرك محروم منها، فلازم تشكر هذه النعمة، لأن شكر النعمة يحبسها عندك، لو ما شكرتهاش تضيع منك. يقول لك الشكر هو قيد النعم، كأنك بتقيدها، الشكر قيد النعم، وربنا ما جعلوش قيد للنعمة بس، وجعله زيادة في النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأنعم علينا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الحافظ الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بمدينة مصر بسفح المقطم رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره في الدارين، آمين. الباب 51، حديث التبكير والتبريد بالصلاة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة، يقصد بالصلاة هنا يعني الجمعة. تعرف أن صلاة الجمعة دي وقتها وقت زوال الشمس اللي هو وقت الظهر، وقت الظهر بيبقى فيه حر شديد خصوصا في فصول الحر، وأحيانا يكون برد شديد في فصول البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أيام البرد الشديد كان يبرد بالجمعة، يأخرها شوية، يأخرها بتاع نص ساعة ساعة عن معادها، لحد ما يبقى يدوب في ظل للحيطان، يقوم الناس تقدر تستكن وتيجي المسجد في الظلال كويس. فكان يعجل في البرد ويبرد في الحر، يبرد يعني بردها شوية، تعرف عند الزوال شدة الحر، فلما يأخرها شوية يبقى أبرد كويس. وفي البرد، البرد الناس منتظرة الجمعة بقى، عايزة تصلي الجمعة عشان تروح بيتها تدفى، يوم يعجل لهم الجمعة، صلي الجمعة بسرعة وروح روح بيتك الدفى، بدل ما يخليهم قاعدين في الجامع مستنين بيترعشوا فين على ما الإمام يجي، لا هو بقى في البرد يعجل بها. هيعجل في البرد وقت الزوال ده هيكون أدفأ ما يكون، يبقى الناس تصلي وهي مستريحة في حالة أدفأ ما تكون، وفي الجو الحر وقت الزوال أحر ما يكون، يقوم يأخروا شوية حتى يصلون وقت يكون انكسرت حدة الحرارة. وهذا حال النبي في شرع الله، إن يزيل كل تشويش يؤدي أن يشوش عليك عبادتك، يريدك أن تكون مع الله خالص، وفي نفس الوقت لا يخلو التكليف من مشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب المشقة الزائدة، وتبقى فقط مشقة التكليف المحتملة التي بها يكرمك الله بالأجر. وده من كمال وحسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه الشريف. ظاهر الحديث يدل على التبكير بصلاة الجمعة في البرد وتأخيرها في الحر، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول الكلام على معنى التبكير،
هو في أي وقت، وكذلك التأخير. فأما التبكير فالمعنى به أول الزوال، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها قط قبل الزوال، وإن كان عند الإمام أحمد بن حنبل في مذهبه أن وقت الجمعة يدخل من الضحى. يعني لو جاء الإمام الساعة 10 وجمع الناس وصلوا جمعة، على مذهب الحنابلة انقضت الجمعة، على السلام روح. جابها منين الإمام أحمد؟ جابها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع العيد والجمعة قال: من صلى معنا فله أن يصلي الظهر في بيته ولا يأتي الجمعة ونحن مجمعون. فدل على أن صلاة العيد التي تؤدى وقت الضحى حلت محل الجمعة، ولكنها لم تسقط الظهر. يبقى لو صليت الجمعة على مذهب الحنابلة وقت الضحى لا يسقط عنك ظهر، عليك أن تصلي ظهر برضه. واضح؟ لكن باقي المذاهب وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، ثم بعد ذلك في تفصيل هي تسقط الظهر أو لا مطلقا، فيها تفصيل في المذاهب. عند المالكية تسقط الظهر إن صليتها في المسجد القديم، ولا تسقط الظهر لو صليتها في غير المسجد القديم. يعني عند المالكية لو صليت الجمعة في أي مسجد في مصر غير مسجد عمرو بن العاص يبقى عليك تصلي ظهر بعد الجمعة، لأن مسجد عمرو بن العاص هو المسجد القديم في هذه البلد، أقدم مسجد أنشئ. واضح؟ ده مذهب المالكية كده، الجمعة تنعقد في المسجد القديم، فإذا انعقدت سقط بها الظهر. واخد بالك؟ عند الشافعية الجمعة لا تسقط الظهر إلا لو كانت هي أول جمعة في البلدة، فإن تعددت المساجد أول واحد كبر بتكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة يبقى هي دي جمعته اللي انعقدت لو جمعة فأسقطت ظهره. طب وباقي المساجد عليهم ظهر بعد الجمعة. ولما كثرت المساجد وتعذر معرفة من السابق بالصلاة، فصار عند الشافعية يصلون الجمعة وبعدها ظهر على طول في كل المساجد حتى لو صلوا في القديم، فعندهم الجمعة لا تسقط الظهر ولو كانت الجمعة في وقت الظهر. ده أصل مذهب الشافعية كده. يعني أنا بقالي سنوات طويلة أول ما يأذن الأذان الجمعة أصلي الظهر وأنزل أخطب الجمعة وأصلي الجمعة بالناس كده على طول، الشافعية كده. فيوم الجمعة عندنا 6 فرائض، الشافعية عندهم 6 فرائض يوم الجمعة، فبيتقربوا إلى الله بعبادات أكثر من غيرهم، وده من بركة هذا المذهب. تلاقي بعض مذاهب في الشام، بعض المساجد في الشام أول ما يخلصوا صلاة الجمعة الإمام يسلم يقيموا الصلاة ويقفوا المسجد بالصفوفه يصلوا ظهر، لأنهم شافعية قح. كويس؟ لو عملناها في مصر هتبقى أزمة، لأن الناس ما تعرفش المذهب، لكن على الأقل اعملها أنت بينك وبين نفسك. ما أنت بتأذن الأذان وبتقوم تصلي ركعتين تحية مسجد أو سنة قبلية، خليها ظهر، يبقى فريضة أحسن ما تصليها سنة، فريضة ثوابها كبير. الأحناف عندهم الجمعة تسقط الظهر مطلقة، ده أصل مذهب الأحناف، وده اللي انتشر عند الناس، ان طالما صلى الجمعة مالوش ظهر خلاص. ده مذهب مين؟ الأحناف رضي الله عنه وجبروا بقية المسلمين. واخد بالك؟ يبقى عند الأحناف الجمعة تسقط الظهر مطلقا، ونصاب الجمعة عندهم يتأتى بثلاثة والإمام. يعني لو 3 قاعدين في الجامع واحد منهم بواحد طلع الرابع بتاعهم خطب فيهم تبقى الجمعة انعقدت وسقط عنهم الظهر. الشافعية عندهم 40، عشان تنعقد الجمعة لازم 40. كويس؟ المالكية عندهم 12، وعند محمد بن الحسن أظن من الأحناف 2 و1، على أساس أن أقل الجمع 2. واخد بالك؟ فيبقى الأمر في ساعة، في شرع الله فيه المسألة فيها ساعة. احنا بنبين لك ليه كده؟ لان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكر في ايام ايه البرد، لانه كان يصليها وقت الزوال، ولم يأتي ان النبي صلى جمعة قبل الزوال ابدا. يبقى مذهب الحنابلة مرجوح من حيث النظر في الدليل،
لكن على اي حال الحنابلة لما هيصلوها قبل الوقت هيصلوا ظهر، فهيبقوا برضو براء الذمة. واضح؟ يعني برضو اجتهادهم وان كان مرجوح الا انهم برئوا بذمتهم لانهم هيصلوا ظهر بعد كده كمان. فهنا علشان كده بيقول ايه؟ معنى التبكير هو في اي وقت وكذلك التأخير. فاما التبكير فالمعنى به اول الزوال، الزوال اللي هو يعني ايه؟ زوال الشمس من كبد السماء. اعتبر ان ايه؟ ان السماء عاملة قوس كبير على الارض كده من حيث النظر اللي هو الافق، دائرة الافق. انت بتشوف السماء كده عاملة قوس على الارض بحيث انها تلتقي مع الارض في الافق. مسافة الافق دي 12 ميل من حيث العين، تطلع حوالي 12 ميل. لكن انت لما توصل ليها تلاقيها لسه افق اخر وافق اخر، لان الارض كروية. لكن احنا بنتكلم بمستوى نظر العين، فالشمس بمستوى نظر العين بتشرق من هذا الافق تطلع. كويس؟ اول ما تطلع تفضل ماشية في اتجاه الغرب درجات، كل ما عندنا 90 درجة عشان تبقى فوق الارض كده. يعني هتمشي 90 درجة زي المنقلة، عارف المنقلة بتاعت الرياضة اللي كنا بنرسم بيها الهندسة، في تلاقيها درجة 90 في النص، تفضل بقى درجات كده. يبقى عندي 90 درجة كده و90 درجة الناحية التانية، يبقوا 180 درجة. يبقى الشمس هتمشي 180 درجة عشان تغرب. كل درجة بتاخد 4 دقايق، كل درجة تمشيها الشمس 4 دقايق لحد ما توصل لدرجة 90. يبقى 90 في 4، 90 في 60، ها 90 في 4 بكام؟ 360 على 60، 6 ساعات. يبقى عشان توصل لحد الزوال عايزة 6 ساعات من لحظة الشروق. كويس؟ اللي هي لحظة ايه؟ سموها الزوال ليه؟ زوال الظل. لانه خد بالك لما يجي الشمس تطلع كده شرق وانت حاطط عصاية كده ولا عمود، تقوم الشمس تضرب في العمود تعمل ظل ليه في جهة ايه؟ جهة الغرب، مش كده؟ وكل ما الشمس تكون منخفضة قرب الافق كل ما يبقى ظله طويل قوي، كل ما تعلى الظل يقل، تعلى الظل يقل، لحد ما يبقى في الزوال اقصر ظل ممكن، لدرجة ان بعض الاوقات في السنة في مكة يبقى ما فيش ظل، تبقى الشمس وما فيش ظل تحتيه. كويس؟ يبقى اذا زالت الشمس يعني ايه؟ زال الظل، يعني صارت درجة 90. تيجي تروح نازلة درجة بسيطة يروح الظل يحود، ظل الزوال يروح محود ناحية الشرق، بمجرد انها تيجي كده على الغرب درجة، ده وقت الظهر، قوم أذن الظهر. يبقى بمجرد تحول الظل لجهة الغرب كده، ظل الزوال دخل وقت الظهر، يبقى هو ده وقت الجمعة. فهمت بقى المسألة؟ تفضل الشمس تنزل والظل يطول لحد ما يبقى ظل الشيء مثله زي ظل الزوال، خلص وقت الظهر أذن للعصر. فهمت؟ تفضل الشمس تنزل لحد ما تغرب، أذن المغرب والمدفع ضرب، كل التمر واشرب الماء وانقضى صيام الشمس. لما تروح نازلة غربت تلاقي في هالة حمراء، شفق أحمر وشفق أبيض. كويس؟ يفضل الشفق يختفي الشفق الأحمر، ويفضل الشفق الأبيض بعدي عند الشافعية والمالكية والحنابلة وقت العشاء بزوال الشفق الأحمر. واضح؟ يعني بعد أذان المغرب بحوالي نص ساعة. وعند الملك الأحناف صلاة العشاء تدخل بزوال الشفق الأبيض، اللي هي إيه؟ زي النتيجة هنا، النتيجة هنا في العشاء على وقت الأحناف. واضح؟ اللي هي بزوال الشفق الأبيض. يبقى هنا بيقول لك إيه؟ أنه أول الزوال، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها قط قبل الزوال. وأما التأخير فشيء يسير، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا رجعوا من صلاة الجمعة
اما كان ياخر الجمعه صلى الله عليه وسلم ياخرها لحد بس ايه ما الشمس تميل شويه كده، درجتين ثلاثه اربعه خمسه 10 درجات، يعني 40 دقيقه بحد اقصى، تقوم تدي لك ظل للحيطان، يقوم الناس تعرف اما تيجي الطريق تيجي بتمشي بالظل، وخد بالك لحد ما يبقى فيه شويه ظل وفيء للحيطان وللشجر وللجبال المرتفعه، يقوم يستطيع الناس تمشي في الكن الظل ده، خدت بالك؟ يبقى ده كان هدف التبريد الابراد. واما التاخير فشيء يسير، كما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا اذا رجعوا من صلاه الجمعه يقيلون قائله الضحى، كان يوم الجمعه ما يناموش قبل الفجر، يعني من الفجر لحد ما يصلوا الجمعه فاضلين صحيين ليله تبكير للجمعه. كان حال الصحابه يعملوا يوم الجمعه؟ يصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقعدوا يذكروا الله حتى تشرق الشمس، ويصلوا الضحى، وبعدين بعد ما يصلوا الضحى يروحوا بيوتهم يغتسلوا ويلبس احسن ثيابه ويتطيب ويروح على المسجد. ما كلش اهو ولا نام، لا كل ولا نام، يفضل قاعد في الجامع مستني الجمعه، يصلي الجمعه يكونوا جاعوا وعايزين يناموا، يقوموا يخرجوا جعانين ياكلوا ويناموا. قائله الضحى بتاعتهم ياجلوها لبعد الجمعه، يوم الجمعه، لكن في الايام غير الجمعه بعد ما بيصلي الضحى يرجع بيته يريح شويه قد ساعه كده ولا حاجه، ياكل له لقمه ويريح ويقوم يروح شغله. دي عادتهم كده، كانت حياتهم كده، الا يوم الجمعه يخلي قائله الضحى بعد الجمعه. طب ليه؟ لانهم انشغلوا بالتبكير للجمعه، وانشغلوا يوم الجمعه بالاستعداد للجمعه بالغسل وغير ذلك، لان في واجبات يوم الجمعه بتشغلهم عن ان هم يناموا قائله الضحى، لو ناموا قائله الضحى مش هيبكروا للجمعه، واخد بالك؟ فدي كانت عاده الصحابه رضي الله عنهم، انهم كانوا اذا رجعوا من صلاه الجمعه يقيلون قائله الضحى، فدل ذلك على انه لا يكون تاخيرها كثيرا، لانه قدر ما تبدا الرياح تهب. ونقف على الوجه الثاني غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.